really pleased to come see you today. أنا سعيد كتير إني عم شوفكم اليوم. But from my perspective, everything you are doing every day is, in many respects, more important because you are helping prepare this next generation of Syrian children for a future. ولكن من وجهة نظري اللي أنتوا عم تقوموا فيه بشكل يومي هو أهم بكثير في كثير من الجوانب من شغلنا نحنا لأنه أنتوا اللي عم تبنوا جيل المستقبل اللي حيدخل سوريا. I used to be a small boy. It's not very far from here. I'm here today to see. أنا هنا اليوم بمهمة خاصة من أجل دعم الأطفال السوريين في تركيا وتأمين وضع أفضل لهم بالوقت الحالي وبالمستقبل حتى تنتهي المحنة ويعودوا إلى بيوتهم. أعتقد أننا نريد أن يحصل الأطفال على التعليم الصحيح سواء داخل صفوفهم المدرسية أو خارجها، وأتمنى أن يتمكن الأطفال السوريون في تركيا أو في بقية الدول من الاستمرار في تعليمهم. زكاة Foundation operates in 40 different countries. Our projects. زكاة Foundation تعمل في عدة دول في مجال التعليم، وهذا المشروع لدعم الأطفال السوريين. نحن نقدم المساعدة لأكثر من 5800 طفل، وأشكر الحكومة التركية التي أعطت هذا المبنى. نحن نأمل في السنة القادمة أن يكون هناك المزيد من المدارس ومزيد من الطلاب المستفيدين.